أخلاقه، سواء في وأيضا ومارسوا أيضا حقهم في التعبير عن رأيهم وفي حرية الرأي والتعبير، سواء عبر التظاهر السلمي أو عبر تحدثهم مع وسائل الإعلام، وهي كلها حقوق مكفولة، وكشفوا للعالم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق الشعب البحريني. كل المنظمات الدولية والتقرير بسيوني والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كلهم أدانوا بأشد العبارات استهداف الأطباء والكادر الطبي بسبب قيامهم بواجبهم الإنساني، وأدانوا تعذيبهم في السجون وتبرئة الجلادين وعلى رأسهم مبارك بن حويل. بقاء المعتقلين الأطباء وغيرهم من معتقلي الرأي في السجون هو غير قانوني، اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب، ولا يوجد إدانة واحدة سوى أنها كيدية، وعدم ويؤكد أيضا من جهة أخرى عدم استقلال القضاء في البحرين. فلو كان القضاء عادلا لكان الدكتور علي العكري خارج القضبان والمعذب بن حويل داخل القضبان. أنا قالوا لي لا أهدر واجب، لا أطول واجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.